عطوفة المحافظ الأخ أحمد أسعد، وأخص بالذكر اليوم وجود شيوخ الطائفة العربية الدرزية، شرفتونا. وطبعاً سفير دولة فنزويلا الفلسطيني المبتكر في مدفع كبراس السيد محمد طه، وجميع الحضور الكريم وكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل وكل الداعمين والرعاة أيضا. وما بدي أذكر أساميكم هلا لحتى تضلوا معنا لآخر الحفل عشان رح يكون لكم تكريم خاص منا. تحية الوطن الغالي فلسطين الحبيبة، تحية نبرقها من طوباص اليوم إلى أرجاء الوطن الحبيب. وطبعا بالتأكيد نعشق فلسطين، نعشق ترابها ووسطها وشمالها وجنوبها، ونعشق طوباصها أيضا، ونعشق كل من لحن وكتب للوطن، كل من غنى وتغنى بالوطن فلسطين. لهيك نقف الآن تحية لاستلام الوطن الفلسطيني.